السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مثال بسيط ازاي ان انا اقدر اعمل عدد كبير من الليفلات في وقت قصير. هاجي هنا اقول له انا عايز اشغل دينامو وبيئة برمجة مرئية، اقول له نيو واقول له ان انا عايز اعمل ليفل باي الافيشنت. طيب هبدأ اديله الافيشنت، ممكن نكتبها له على هيئة كود عشان تبقى اسرع، واقول له ان انا عايز ابدا من 4000 واديله نقطتين لحد 40000، تمام، واديله نقطتين واقول له المسافه بين كل واحد فيهم مثلا 4 متر، تمام، وابدا اوصل ده بده. يبقى هو هيبدا 4 8 12 وهكذا لحد ما يوصل لل40 بالشكل دوت. جميل جدا. طيب خلينا نبدا نعمل ايه، نعمل جريد. فهقول له ان انا عايز اعمل جريد دوت باي ستارت بوينت اند اند بوينت. يبقى انا محتاج اديله نقطه واديله نقطه تانيه، بسيطه. طيب ممكن نكتب نقط، بس الاسهل كود بلوك نفهم نفهمها مش مضطر ان احنا نحفظها. هقول له ايه، بوينت دوت باي كوردينيت واديله القوسين، وابدا بقى اقول له ايه ان هنا مثلا من ماينس 5000، تمام، ل 5000 1000، تمام كده احنا بنحدد النقطه 6000 0، تمام. طيب ده كده السطر الاولاني حط لي النقاط، واقول له ان انا عايز اخد برضو النقاط دي هنا، ولكن هخلي دي بالماينس بحيث ان هو يبدا يوصل بينهم بالشكل دوت. طيب هقول له وصل لي البوينت، كل نقطه من هنا وصل لي بالنقطه المقابل ليها. احنا عملنا ايه، من 5000 لماينس 5000 بين كل واحد فيهم متر بالشكل ده. طيب الجريد كله اترسم، وطبعا ممكن نغير في الـ في الـ في الاكس والواي ونخليه يعمل الناحيه التانية. طيب لو احنا مثلا قلنا بدل ال 6000 ديت هنخليها 7000، وفي نفس الوقت هنخلي دي ماينس 7000، هتلاقي دي طلعت شوية ودي طلعت نزلت شوية. يعني لو خليت دي مثلا 10000 دي النقطة اللي بنبدأ منها، تمام، وهنا ممكن نزود نخلي دي مثلا 6 ودي 6 ودي 6 ودي 6. بالشكل دوت زودنا. طبعا هو كل مره بيزود فهتضطر ان انت تكتب رقم بحيث ايه، هو بيعتبر بيعمل جريد من اول وجديد. طيب دي مثلا 1000 خليها 2000 2000، فهتلاقي المسافه بينهم بقت 2 متر 2 متر 2 متر.